نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية البطولة المفتوحة للفروسية لقفز الحواجز وبطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة الأولى بوادي الفروسية للشرطة بمنطقة عين السيرة بالقاهرة، والذي يعد صرحا رياضيا يدعم الريادة المصرية في رياضة الفروسية. يتمتع وادي الفروسية المطل على بحيرة عين الحياة بالفسطاط بقدرة تنظيمية كبيرة لاستضافة كافة بطولات الفروسية محليا ودوليا بعد قيام وزارة الداخلية بتطويره وفقا للمعايير العالمية في رياضة الفروسية. فقد استضاف الوادي بطولات كثيرة ناجحة منذ تطويره. في هذا الإطار أقيمت بالوادي فعاليات بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة الأولى، وكذا فعاليات البطولة المفتوحة للفروسية لقفز الحواجز من مختلف الدرجات ومن مختلف الارتفاعات. استمرت منافسات كل بطولة على مدار يومين تحت الأضواء الكاشفة، فالوادي مزود بمنظومة إضاءة متطورة لاستضافة مثل هذه البطولات الليلية والتي أقيمت بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية. كل الخطوات من اول استقبال الفرسان واستقبال الخيل وتسهيل كل الخطوات لحد ما الفرسان يبقوا جاهزين في ارض الميدان للمسابقه، كل الخطوات دي كان صراحه فيها دعم كبير من وادي الفروسيه والمنظمين للبطوله. حرفيا الارض مهاله عالميا، انا شاركت في كل البطولات، الارض هنا فوق الممتاز. واحب جدا يعني اشكر وزاره الداخليه عن المكان الرائع اللي هم مقدمينه لنا ده، يعني الاراضي، من ناحيه الاراضي، من ناحيه الاسطبلات. قبل ما اجي المكان هنا ما كنتش متوقع ان المكان هيبقى بالتطور ده او بالتنظيم ده. شارك في البطولتين اكثر من 150 فارسا وجوادا من مختلف الانديه والهيئات واكاديميات الفروسيه، مستعرضين مهاراتهم في ركوب الخيل والقفز به من مختلف الارتفاعات والتقاط الاوتاد، وسط اجواء تنافسيه رائعه هيأتها لهم ملاعب الوادي المجهزة وفقا للمقاييس العالمية إسهاما من وزارة الداخلية في تطوير والارتقاء برياضة الفروسية. الأرض ممتازة جدا، المسافة مظبوطة، مكان الدخول والخروج ممتاز جدا، يكاد يكون زي الدولي بالظبط. الخيول كمان مستواها كويس بجد. وادي الفروسية نادي تحفة ما شاء الله، مجهودات عظيمة جدا، تنظيم على أعلى مستوى من أول الحكام أو اللعيبة أو الجمهور حتى. يمكن أول موسم نلاحظ فيه أنه بقى فيه جمهور كبير للعبة، وده طبعاً بتشجيع وادي الفروسية وبتشجيع اللعيبة. مكان حلو وجميل مريح، ممهد أن هو تقيم عليه بطولات رسمية ومجهز من جميع النواحي. كمان وإحنا في أرض التسخين، الأرض بتطل على البحيرة، وده كان إحساس جميل جداً وفيو جامد جداً. وقد أشاد الفرسان بتجهيزات الوادي المتنوعة لاستضافة بطولات الفروسية، من فندق مجهز لإقامة اللاعبين ومطاعم وكافيتريات وسيارات كهربائية للتيسير على الجماهير في التنقل، فضلا عن اسطبلات مجهزة لإيواء الخيول المشاركة تتوفر فيها خدمات بيطرية متميزة ما يساعد على إراحة الخيول. كما صممت منصة التحكيم لمساعدة الحكام على رؤية كافة زوايا الملعب. مكان فيه كل المؤهلات لينا كفرسان وكمدربين وكخيول للراحه، بمعنى ان انا عندي مكان كويس جدا بركن فيه، بوكسات كويسه جدا للخيل انها تقعد فيها، مكان للمشاهدين وكمان للجمهور وكمان للفرسان انهم يقعدوا فيه، مكان للتسخين فيه انارته كويسه، الارض كمان جميله جدا. النادي عدى التوقعات بصراحه بتاعتنا من ناحيه التمرين والحاجه دي كلها، كنا لقينا كلام مختلف هنا خالص من ناحية الإضاءة والملعب، الدنيا ممهدة لينا جدا قوي واحنا بنلعب. في ختام فعاليات البطولتين تم توزيع الجوائز على الحاصلين على المراكز الأولى لتتوج البطولتين بختام ناجح يعكس القدرة التنظيمية للوادي وما يتمتع به من إمكانات كبيرة تساعده على استضافة كافة بطولات الفروسية سواء محلية أو دولية.